أكيد هلأ فقرتنا كتير مهمة لكل الأهالي، كيف ممكن يقدروا يتعاملوا مع أطفالهم ليعطوهم ثقة كتير كبيرة بنفسهم ليقدروا يبنوا مستقبلهم أكيد بالشكل الصح. الثقة هي واحدة من أعظم الهدايا التي يمكن أن يمنحها الوالدين لأطفالهم. كارل بيكاردت عالم النفس ومؤلف 15 كتاب عن تربية الأطفال بيقول أن الطفل الذي يفتقر إلى الثقة سوف يبتعد عن تجربة أشياء شديدة أو صعبة لأنه يخاف من الفشل أو يخيب آمال الآخرين فيه، لينتهي به الأمر إلى التعثر والتأخر وعدم الاستمتاع في حياتهم المستقبلية. فكيف ممكن نحن نعزز ثقة الأطفال بأنفسهم؟ الجواب أكيد مع ضيفنا اختصاصي في الصحة النفسية للأطفال محمود الخالد. يسعد صباحك. يسعد صباحك. وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك سيد محمود. يعني بالبداية اليوم موضوعنا كتير مهم، أنه نحن منعامل الأطفال معاملة غلط وبنطلب منهم أنه يكون عندهم ثقة بحالهم، يمكن عند دخولهم إلى الروضة أو إلى المدرسة أو إلى الحياة الاجتماعية. خلينا نحن نحكي كيف فينا نعزز الثقة من خلال التربية، بأي عمر نبلش وشو هي الطريقة صحيحة؟ أول شيء يسعد صباحكم. صباحك. هلأ هي المشكلة، هي مشكلة حقيقية فينا نقول موجودة بمعظم العائلات اليوم، هي عم تخطأ هي الأخطاء. الفكرة أنه نحن من البداية بنطلب من الأطفال أنه هن يكونوا بالمثالية والكمالية، نحن أولادنا كبار تماما تصرفاتهم. أنه هذا أول خطأ. ليش؟ لأنه الطفل لازم يعيش حياته والمراحل العمرية تبعته من منذ الولادة ولا وقت ما يعدي سن الطفولة اللي هو سن 18. فهون بتبدأ الأخطاء. أنا اليوم لما بدي أعزز ثقة الطفل بنفسه، أول شغلة بدي 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 اسمح له بشوية تفاصيل لازم ياخذ راحته فيها لتنبنى هي الثقة. تبدأ من مشاركته باللعب. يعني اليوم الأهالي، أنا لو بنفكر بس شوي صغيرة، إنه نحن نشارك هاي الأطفال معاهم باللعب. اليوم أنت مشاركتهم باللعب، هو عم بيحملهم، هو عم بيشوف أنت قديش مهتم، وهو قديش له أهمية. يعني أنت مخصص له وقت، أنت كأب أو كأم أو يعني الآباء مع بعض، تخصيص هذا الوقت للطفل لتلعب معه وتاخذ وقت، هو حيحس باهميته، حيحس انه انا بدي انجز هاي اللعبه مشان انا اظهر قدامكم بهذا المنظر الصح. ومن هون تبلش تنبنى الثقه. اليوم في عنا مع فتره اللعب، حتى على هون موضوع بس نشاركهم اللعب، حتى الاطفال اذا لعبوا برا مثلا مع اطفال بقد عمرهم لازم نحن نشجعهم انه مو كل الحياه فوز، يعني في عندكم انتم كمان خساره، مع هيك نحن لازم نشجعهم على هذا الموضوع. هي التكمله. اليوم نحن بالنسبه لنا موضوع الخيبه تمام. اليوم اذا انا كثير مهم اني اعرفه انه هذا الشيء طبيعي، لانه مو كل شيء بيتحقق لك. انا لما انا بدي اجي العب وبدي فوز دائما، فانا ما عاد يتقبل، ما عاد يتقبل الخساره. كثير مهم تقبل الفوز والخساره. اليوم مهم لازم يعرف الطفل انه مو ما بتقدر دائما تنجز مهامك. يعني انا اليوم اذا اعطيتك مهمه معينه، اذا ما انجزتها فانا يا اما بدي اعاقبك يا اما بدي اقول لك انك انت ما انجزتها. فهو لازم يعرف انه انت اذا ما انجزت هي المهمه فهذا شيء عادي، شيء كثير طبيعي، لانه لاحقا رح يكتشف بحياته انه مو كل شيء ممكن يكون مأمن له. فاليوم تعزيز الثقه عند الطفل بيتطلب كثير تفاصيل. اليوم مشاركته باللعب، مشاركته بالاستماع. اليوم الطفل بنقول في عندنا اطفال نقائين بيحكوا كثير، بيسالوا كثير كويس. هاي الأسئلة ما أنا جاي من فراغ، فأنت كتير مهم أنك تعرف هاي الأسئلة منين جاية، وكتير مهم أنك أنت تجاوبه على هاي الأسئلة حتى لو كانت هاي الأسئلة محرجة. اليوم الأطفال بعمر من 4 ل 6 أو من 6 ل 12 بيسألوا أسئلة، أما هن سمعانينا أو تلفزيون أو إلى آخره، أسئلة دينية، أسئلة جنسية. هاي الأجوبة هي كتير أجوبتها لازم تكون دقيقة، وإذا ما جاوبت عليها فأنت عم تحط حالك بالمشكلة. تمام. بتصير يلجأ لحدا برا البيت ليسأله، لأنه اليوم أنت أول شيء كتير طفل ذكي 100%. اليوم أنت لازم تجاوبوا على هاي الأسئلة لتجاوبوا الأجوبة الصحيحة وليحس باهتمامه ومكانه، وبنفس الوقت أنت لازم تجاوبوا على هاي الأسئلة ليحس أنه هو شخص له كيانه له احترامه. أهله أهلي ما نونه مطنشيني، أهلي عاملين لي قيمة، أنا لي مكان بهاي العائلة.
هي احد التفاصيل كثير مهمه نحن لازم نساويها يعني مع نعم. الاطفال. خلينا كمان نحكي بنقطه، نحن دائما يعني ذكرت حضرتك انه لازم التشاركيه مع الاطفال ان كان بتفاصيل بالبيت وتفاصيل اللعب ايضا، ولكن عم نشوف كثير من الاطفال هن مع عم يكون صعب عليهم يندمجوا مع اطفال لانه هن اهلهم كبار بيجوا لعندهم ضيوف كبار، ما في عندهم حواليهم مجتمع من عمرهم، فلما بيروحوا على المدرسه او هيك بتلاقيهم صار عندهم مثل شوك هيك بيعملوا صدمه لحالهم، ما عم يقدروا يندمجوا مع الاطفال، وهون بصير عندهم قله ثقه، بيخجلوا، بصير لا بدي اتجه الى الى الكبار، بدي اقعد مع الكبار. تماما، لانه اليوم هو نرجع للاهل، اليوم قبل ما نبني ثقه الاطفال بنفسهم، طيب اذا ما في حل ما عنده انا لازم ابني ثقه الاهل بنفسهم. تمام، يعني اليوم انا قبل ما ابني ثقه الاطفال بنفسهم لازم انا ابني ثقه الاهل بنفسهم. اليوم تصرفات الاهل، الطفل بيشوف وبيسمع وبينتبه كويس. انا لما اليوم بشوف طريقه تعاملي مع المشاكل كويس، انا عم اتعامل معها غلط، فانا طفلي عم بشوفها، فهو بناء عم ياخذ الخيبه منك، عم يشوف كيف انت عم تتعامل مع هاي المشاكل، وعم يكتسبها، هي عم تضعف ثقته بنفسه. انا اليوم تعاملي مع الاصدقاء، مع الجيران، مع الزوجه، مع الاولاد الثانيين، هي نفسها هي عوامل كثير مهمه هو راح يشوفها الطفل كويس. انا اليوم بعرف انه انا طفلي لا عم يطلع، لا عم لاعبه، ولا عم طلعه يلعب، ولا عم اخذه لعند قرايبين او معارف، فحاله طبيعيه اني انا الطفل ينطوي على نفسه وما يتقبل الاخرين. على اول يوم دوام بالمدرسه على سبيل المثال او بالروضه هو راح يصير معه هاي القصه، فهذا الخطا بيبدا من الاهل. انا اليوم بدي اخذ طفلي، انا بدي لاعبه وبدي اخذه مع اطفال من عمره ان كان قرايبين او معارف، يلعبوا معهم ليبلش يكتسب هاي المهارات. اليوم انا لما بدي احكي له في شغله كثير مهمه اللي هي انك انت تحكي له مشكله ولو مشكله عاديه اليوم صارت معك للطفل، تشاركه يساعدك بالحل على تماما انه انا اليوم صارت معي هي المشكله اليوم. فهو راح يشاركك الهم، راح يعرف تماما انه هو شريك، حتى لو شريك صغير. تمام، اليوم صارت معي هي القصه، اليوم بنشر معي الدولاب السياره، شو اعمل؟ طيب هي قصص بسيطه بس كثير تعززت ثقه نفسه انه انا موجود، انا ابي عم يحكي لي اليوم المشكله. فانت اليوم مثل ما انت حكيت له هو راح يجي يحكي لك اليوم انه انا صارت معي هي القصه. وكثير مهم انك انت ما تحل له اياها او تتاخر بالحل، يعني انه طب اوكي شو لازم نعمل، شو لازم كان لازم تعمل، اما انت تقول له خلص بسيطه انا بجيب لك اياها، انكسرت اللعبه انا بجيب لك اياها، خربت بنجيب غيرها، لا. فانت اليوم لازم كثير مهم تتاخر بالحل لتشوف هو شو راح يطلع معه الحل، ليفكر منيح تماما، ليعرف تماما. او يفضل انه ببعض الاوقات مثلا مثل انه انكسرت الكاسه فانه نحن خلص ما راح نجيب الكاسه، ليعرف انه مو كل شيء بيصير، مو كل شيء بيخرب هو خلص بيتصلح، لانه رح يتعود على الاتكاليه والاعتماد على الاخرين، انه انا بخرب وفي غيري بيصلح، انا بعمل مشكله وفي غيري بيحل لي اياها. تمام، هلا خلينا نحكي، بنعرف انه اعداء الثقه هن الاحباط والخوف، كثير بنلاقي نحن اطفال بحبوا مثلا اطفال من قرايبينهم من عائلتهم بحبوهم، بس قدامهم بيكونوا ما في عندهم ثقه بالنفس ابدا، شخصيتهم ضعيفه، ممكن هذوليك مثلا يحكوا له كلام يؤذيهم نفسيا، ممكن يحطموهم، ممكن ما يشجعوهم ولا يحفزوهم على عمل شيء ايجابي. طيب هون الثقه تبع الطفل بدها تروح، كيف ممكن نحن نقدر نتعامل بهالطريقه؟ كيف ليش الطفل بيكون خايف من اشخاص هو كثير بحبهم بس عنده شعور بالخوف والرهبه قدام هدول الاشخاص، يعني ما في عنده شخصيه بالمره؟ اليوم هي التفاصيل هي من اكثر الاسباب اللي ممكن تاثر على ثقه الطفل وتستمر معه لسن كثير كبير. اليوم اكثر الاخطاء يعني مثل ما بيسموها خطوره على تاثير شخصيه الطفل هي الضرب، هي يعني لفظه او بالاحرى يعني نداءه بالفاظ نابيه او الفاظ سخريه، هذا الشيء بيفقده ثقه بالنفس، بس هي بتستمر معه. ليش؟ لانه اليوم هو عم بيخاف، انا على اي شغله عم اعملها عم يضربوني، فانا خلص يعني انا بدي يصير امرق من جنب انا ما اعملها، وهذا الشيء راح يستمر معه. تمام. او راح يعمل معه عقده نفسيه لاحقا، راح يصير هو يتنمر على الاطفال اللي غيره او يضربهم ليعوض النقص اللي عم بيصير معه بالبيت. اليوم في عندنا كمان كذلك الامر الالفاظ النابيه بحق الطفل او الاحرى
وصموا فيها يعني، يعني اوقات بمزح وجد بصير يقولوا فلان وابو فلان ومدري شو من هالحكي هذا، فهي خلص يعني هي لانه راح يصير هو محط سخريه من الاطفال من المحيط كبير وصغير، فهو خلص راح يصير يكره هذا المحيط وراح ينطوي على نفسه. اليوم كمان كذلك الامر في عندنا مشكله يعني كثير مهمه نحن بدنا ننتبه لها، اللي هي انه هذا الطفل لما انت قدام كل المحيط اللي حواليه هو هاي النظره موجوده بالنسبه له، فهو رح يصير يكرههم، رح يصير يكرههم. يعني انا لما اقارنه على سبيل المثال انه ليك اخوك شاطر انت مانك شاطر، ليك ابن فلانه او ابن فلان طلع الاول على مدرسته او جاب علامات عاليه انت لا، تمام هاي المقارنه خلص بتعمل حاله من الكره للشخص وللاهل. نعم. فاليوم المقارنه يعني هي تفاصيل يعني خطر كثير كبير على بناء شخصيته وثقه الطفل بنفسه. نعم. خلينا نحكي مع يعني بس يكبروا الاولاد وهن متربعين بجوز على قله الثقه بنفسهم، صاروا بمرحله الابتدائيه بالمدرسه وهن ما عندهم ثقه بنفسهم ابدا، نحن كاهل كيف فينا نرمم ثقتهم؟ كيف فينا نرجع نبني الثقة ولا صعبة؟ لا هي ما صعبة، هي بتاخذ وقت أطول، هي ما صعبة أبدا، بس هي بترجع بتاخذ وقت أطول لأنك أنت عم ترجع تبني علاقة من أول وجديد. يعني أنا شخص معود أني أنا بهدلك وعلي صوتي عليك وعيط عليك وعاقبك، تمام؟ فأنا بدي أخذ وقت أطول ليرجع يكتسب ثقة، لأنه خايف منك. يعني هو غالبا مو مصدقك، هو غالبا مو مصدقك، يعني هو غالبا انه مفكر انك انت عامل له كمين او عامل له يعني انه في شيء بعد هذا الشيء، تمام؟ ف وفي بعض يعني كثير من الاهل بيخطئوا هي الاخطاء اللي هي انه انا بحاول اني انا اكون معك منيح، بس اذا رجعت غلطت برجع ببهدلك. لا لا لا، هي لازم هي مجموعه من الممارسات اللي لازم يتصرفوها الاهل لتعزيز هي الثقه. غلط عادي، كلياتنا بنغلط، لازم نضوي انه هذا الشيء عادي. اليوم التقييم الشخصي للطفل او التقييم الذاتي للطفل لازم يكون امر روتيني عادي جدا. يعني انا ما بدي اياه يخاف من فكره التقييم، تعال اقعد حكيك. لازم يكون تقييم هو امر روتيني. اليوم احنا شو غلطت، شو عملت شغلات منيحه، خلينا نحطهم على لوح. اليوم عملت انا 1 2 3 برافو عليك، اليوم عملت هاي الشغلات ما انا منيحه فانت لازم اليوم تطورها افضل. الثناء اليوم الثواب والعقاب، اليوم الثواب كثير امر مهم، انت عملت شغله منيحه فانت لازم انا ضوي لك عليها، ولازم تكون مانا مرتبطه دائما بالامور الماديه، لانه انت الاهل، فانا لازم اكون معود انه انا اذا مدحتك فهي شغله كثير منيحه، ما لازم انا اقرن الشيء المنيح بالامور الماديه، يعني اذا انت عملت شغله منيحه فانا بعطيك مصاري، اذا عملت شغله منيحه فانا بخليك تطلع تلعب، اذا عملت شغله منيحه فانا بعطيك هديه. بس هذا محفز كثير كبير للاطفال انه اي شيء اشياء جديده ممكن يتعلموها، نحن لازم نحتفل فيه كمان، ما نمرق مرور الكرام، يتعلم لغه جديده، ممكن يتعلم مثلا موهبه جديده مثل السباحه او اي شيء ثاني، لازم نحن نشجعه ليقدر يعني يكون عنده قوه شخصيه ويحاول يجرب بكل شيء بالحياة. 100% بس مو بكل مرة. تمام. لأنه رح يصير كل تصرف بده يعمله مقترن بهذا الشيء. يعني أنا اليوم عملت هاي الشغلة أعطيتك، رجعت عملت شغلة منيحة رجعت أعطيتك، رجعت عملت شغلة ثالثة أعطيتك، فرح يصير إذا في مرة من المرات عمل شغلة وما أعطيته فهو خلص ما عاد رح يعمل شيء إيجابي، لأنه هو خلص صار بالنسبة له الشيء الإيجابي مقترن بالشيء المادي. نعم. فلازم كتير دائما لما نبنى نحن نثني عليه، فمو كل مره لازم يكون مقترن بالثواب المادي، محتمل يعني لازم يكون الثواب المعنوي، لانه انتم الاهل لازم يكون الثواب المعنوي هو الطاغي على هي التصرفات الايجابيه. نعم. نحن كثير بدنا نتشكرك ونتمنى انه الثقه هي تكون هي عرف لكل الاهل لحتى يتربوا اولادهم على الثقه ويكونوا ناجحين بالمستقبل. شكرا كثير لك. اكيد بالختام انه لكل الاهالي لازم يكون انتوا اشخاص موثوقين فيهم، انه ما تكونوا اقوياء، ما تكونوا صارمين لتقدروا تربوا اولادكم بالشكل الصحيح. شكرا لك، شكرا لنصائحك القيمه، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك. شكرا لك.